هي الادويه اللي هي منتهيه الصلاحيه. منتهيه الصلاحيه. ففي شركات اللي بتيجي بتاخد المرتجعات. اللي مرتجع ده الشركه بتشيله. الشركه مسؤوله عن ان هي تاخده، ودي ادي شركات وبترجع لنا في الطلبيه الثانيه وبتخصم منها. طلبته بالفواتير لان الادويه اغلبيتها منتهيه الصلاحيه. قال ما معيش فواتير. بالفحص المخزن تبين وجود بعض من الادويه منتهيه الصلاحيه وبعض من الادويه المخدره برضه منتهيه الصلاحيه وبعض من الاعشاب الموجوده. طبعا ده المكان اصلا مرخص لتعبئه شاي، فهو صاحب المكان استغل الظروف الراهنه في البلاد وكثف نشاطه، فاصبح عنده مخزن مكدس بيه ادويه منتهيه الصلاحيه ومواد مخدره برضه منتهيه الصلاحيه وادويه جدول تاني وادويه تانيه تابعه لوزاره الصحه، وفي نوع من وكل جميع الادويه ديت منتهيه الصلاحيه بقى لها فتره كبيره جدا وكانت محطوطه معروضه للبيع. معروضه للبيع؟ لما دخلنا المخازن اللي تابعه للمذكور لقينا في معاه رخصه تعبئه شاي ماشي منتهيه في 2015 ماشي، وفي بعض حاجات للتصنيع معدل التصنيع والجراكن وشويله اعشاب وشاي كتير. حتى لما جينا نبص على الجراكن من بره ما لقيناش التيكت اللي بيوضح تاريخ الصلاحيه مثلا او تاريخ الانتاج او الاسم نفسه، المفروض الحاجات دي كلها تبقى موجوده. وجدنا هناك مدشه ماشي زي مكنه كده جواها تابلتس اقراص، ما احناش عارفين هي ايه تعتبر ايه. لقينا هناك برضو مكنه من اللي هي مسؤوله عن التبكيت، بتغلف بتعمل باكتس وعشان بعد كده تتحط في بتغلف على جوات للشاي، مخصوصه للشاي ماشي. لقينا هناك برضو الشوله، الشوله ديت موجود فيها اعشاب، مجموعه من الاعشاب ما احناش عارفين هي ايه. العنكبوت ماشي عليها في كل مكان. المخزن كله على بعضه عباره عن جراشات، جواه حتى عربيه استعماله بتاعته، هو بيقول ان هي بتاعته. يعني مكان غير صالح اصلا سواء لتخزين دواء سواء لتصنيع او لتعبئه زي ما هو بيقول. الحاجات دي لازم تتحط في الصيدليه ماشي عشان الشركه ما تيجي تاخدها. المفروض انت واحد لو انت عايز تشوف مثلا هتعمل ايه في الادويه المنتهيه الصلاحيه ديت او مثلا ترجعها للشركات، انا المفروض ان انا بجنبها في قلب الصيدليه وما اعرضهاش للبيع واكتب عليها ان هي ادويه منتهيه الصلاحيه او اختمها بختم ادويه منتهيه الصلاحيه لحين التصرف فيها. طبعا ما لقيناش الكلام ده، لقينا كل الادويه معروضه على الارفف للبيع. الصيدليه كلها كميه تراب فظيعه وحشرات ومش نظيفه خالص، فيها يعتبر سوء التخزين كله موجود فيها. الادويه كلها منتهيه الصلاحيه نسبه وبيبيع يعني فمفتوحه للبيع، مفتوحه لان دخل علينا زباين واحنا موجودين بقى يرجعهم تاني. بنقول لكل مواطن يشوف فساد يبلغ فورا عن طريق الخط الساخن، عن طريق مش عايز اسمه، مش شرط يقول اسمه، يبلغ بس ان في فساد في المكان الفلاني. واحنا بنروح كل الاجهزه التنفيذيه او الاجهزه المعنيه بتروح تشوف هذا الفساد، ان صح ان كان صح بيتم مواجهته بكل حسم واتخاذ الاجراءات القانونيه، واذا كان خطا خلاص مفيش مشكله ما خسرناش حاجه.